السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض المواقع الجميلة في موضوع البحث العلمي. طيب هنبدأ بالموقع ده ليت مابس، وهقول له ان انا عايز اعمل سيد ماب. تمام، بيقول لي اديني اسم المقالة اللي انت عايزها، فاقول له خد المقالة دي مقالة انا كنت مشارك فيها. تمام، فبيقول لي هي دي اكتر حاجة، ممكن تختار حاجة من دول بس هي دي اكتر حاجة ممكن تكون مناسبة، وهي دي فعلا. تمام، فيبدأ بقى يعمل لي ايه، يقول لي المقالة دي ايه المقالات اللي استعانت بيها وهي استعانت بايه، فبيجيب لي اهم المقالات المرتبطة بالمقالة ديت. تمام، يعني المقالة دي كانت خاصة مثلا ببحث معين، ففي ابحاث تانية مشابهة مثلا البحث دوت، فبيبدأ يقول لي مثلا البحث ده مرتبطين في لينكات بينهم في اقتباسات وهكذا. فدي طبعا احسن طريقة ان انت تحصل على المقالات اللي قريبة من البحث بتاعك، زي مثلا انت بتتكلم عن الطاقة الشمسية، فتبدأ تشوف ايه المقالات التانية اللي بتتناول نفس الموضوع. تمام، دي طبعا المقالة بتاع الدكتور بلا السكر. تمام، وهكذا. فهو بيقول لك مين اللي اقتبس منك وانت اقتبست من مين. طيب تعال نشوف برضو موقع اخر، ده نفس الفكرة، بيجيبها لك بشكل جميل شكل لطيف، وتقدر من خلاله تشوف ايه الحاجات اللي مرتبطة بيك. طيب اخترنا مثلا الموقع دوت، فهو بيروح بقى للسيرفر ويبدأ يجيب لي الأشكال الحاجات اللي مرتبطة بالبحث بتاعك. فهنا بيجيب لي البحث الأساسي والأبحاث اللي مرتبطة بيه. طيب دول موقعين كويسين جدا. طيب تعالى بقى نشوف موقع تاني مثلا زي الموقع دوت. الموقع ده عبارة ان انت بترفع له ملف PDF، يعني انا اقدر ارفع له البحث وابدأ ان انا اسأله زي كأنك بتسأل شات جي بي تي، بس بدل ما تسأله في كل حاجة لا بتسأله في البحث دوت. ممكن تقول له جد لي الابحاث اللي بتناقش الموضوع دوت، او عندك سؤال تقدر ان انت تسأله له، او عايز حاجة مرتبطة بالبحث بتاعك. فهو بيجيب لي الابحاث ويجيب لي الابستراكت سامري، بحيث ان انت تشوف هل هو ده فعلا اللي انت محتاجه ولا لا، ده الموضوع مختلف تماما. تمام، دي من ضمن المواقع اللي ممكن نعتمد عليها في البحث العلمي. تمام، هنا بقى هقول له اوجد لي الابحاث، وهو بيبدأ يشوف الكونسبت اللي موجود فيهم، ولو في حاجة متكررة بيحذفها لي. فهو بيقول لي الكونسبت اهوت اللي معتمد عليه، وده اللي هنا بيبدأ بقى يجيب لي السورس بحيث اتأكد من المرجعية او الكتب، بدل ما يكون نسخ كلام مش مظبوط او نسخ بطريقة غلط. تمام، فدي تالت موقع معانا من المواقع القوية. الموقع ده موقع جميل جدا، ونقدر ان احنا نعتمد عليه في موضوع البحث العلمي بشكل حلو. المراجع بتاعتنا نقدر ان احنا نسطبه كأدنس اهوت، بحيث ان انت في اي لحظة اي مقالة تعجبك او اي كلام يعجبك تقول له اتاكد لي من صحه الكلام دوت وهات لي المراجع. فهو هنا بيدور. تمام، بيبدا يقول لي والله في ناس سالت او في اسئله قريبه من الموضوع دوت، يبدا ان هو يجيب لي كل حاجه متعلقه بيه. تمام، ده هنا البيبر الورقه، وهنا لو في اي ملحوظات بيبدا ان هو يجيبها لي، ولو في اي مشاكل برضو بيجيبها لي بحيث ياكد لي. تمام، ان لا خلي بالك ان في حته مثلا في البحث ده ناقصه، فدي بتبقى كويسه بالنسبه لي ان انا اعرف ايه اللي ناقص وابدا ان انا اكمل عليه. هنا بقول له هات الحاجات اللي معموله بي دي اف اللي سهل ان انا اقراها واحملها من غير ما ادفع فلوس مثلا، فبيبدا ان هو يفلترها لي. طب هات لي الحاجات اللي اوبن اكسس. تمام، الجميل في البحث في الموقع دوت ان مش بس كده، انت ممكن اي بحث انت عايزه تبدا ان انت تدوس عليه وتقول له اشرح لي، تتكلم معاه زي شات جي بي تي في الورقه ديت، تقدر تتعلم على اي حاجه وتقول له اسك كوبايلوت، فيبدا ان هو يجاوبك على الاسئله بتاعتك. بقى كوبايلوت موجود معاك جاهز، فتقدر تقول له مثلا اشرح لي الملخص دوت الابستراكت، يبدا ان هو يلخص لك المقدمه بتاعته بالشكل دوت. ممكن تقول له بقى انا عندي سؤال معين، فتبدا ان انت تسال السؤال اللي انت عايزه مثلا. هو بقى يبدأ يشوف لك سمرايز مثلا انترودكشن. ماشي، تمام، عايز مثلا ريليتد بيبر.
فكأنك رحت المكتب متخصص بتقول له اعمل لي الحاجة دي، فبيبدأ ان هو يساعدك فيها. طيب لو في حاجة انت شاك فيها، تمام، ففي موقع ممتاز معانا اسمه ميرور ثينك. ده مثلا عندك اي سؤال تبدأ ان انت تسأله له، خلينا نقول له احنا عايزين نبدأ محاسبة من البداية، تمام. فبيقول لك مثلا انت عندك فاكت تشيكنج، تقدر تفحص اي حاجة، عندك نظرية عايزه يشرحها لك، عايز يراجع لك البيبر، الحاجات دي كلها. لكن الحاجات دي كلها بفلوس، يعني هو بيديك تجربة في الأول وبعد كده لازم تدفع فلوس. التولز اللي هنا تلاقيها كلها مقفولة، تمام. لكن لو انت محتاجه فعلا ممكن انت تشتريه او تعمل الحساب بايميل الجامعة، فده بيديك يعني امكانية ان توصل المعلومات بشكل افضل. في برضو موقع اسمه شات ويز اني بي دي اف، ده بتعمل ايه؟ بتديله الملف البي دي اف ويبدأ ان هو يجاوبك على الاسئلة زي شات جي بي تي، لكن لازم تديله ملف عشان يقدر ان هو ما يجاوبكش اجابة عامة، لا بيجاوبك من خلال الملف اللي انت اديته له. ودي حاجة رائعة صراحة، ان انت تبقى خلاص هي الاجابة اللي انت منتظرها من البحث دوت، تمام. طيب خلينا نشوف مثلا، هو بيبدأ يرفع الملف ويبدأ بقى يقول لك اديني اي سؤال. ممكن تقول له مثلا لخص لي البيبر، طب انا عايز المراجع، طب انا عندي سؤال معين مش قادر افهمه، طب اشرح لي الجزء دوت، طب لخص لي الجزء دوت، زي ما انت عايز، تمام. اي جزء انت مش فاهمه تقدر ان انت تسأله عليه فيبدأ ان هو يجاوب. ممكن تقول له اكسبلين او سمرايز او ري رايت او زي ما انت عايز. هقول له مثلا ايه اكسبلين، فيبدأ ياخد الكلام اللي انا كاتبه ويبدأ ان هو يشرحه لي. خلي بالك انا عملت سيلكت في كلمة طارت، لكن هو قدر يفهمها وقدر ان هو يشرحها بشكل ممتاز، تمام. ان شاء الله مكملين مع بعض شرح باقي المواقع الذكاء الاصطناعي اللي تقدر تفيدنا في البحث العلمي.